خلي اكشف لك بعض ما في الكواليس. هو كان اكو نقطتين خلافيه. النقطه الاولى، ارتأى بعض الزعامات السياسيه من خلال المناقشات طالما ان الجميع يعترض على 9 سنوات، وانا كررتها في عشرات اللقاءات التلفزيونيه، سووها 15 نورد نص نمنع. انت ايش قد تريد؟ 15 يحضر تزويج من لم تكمل 15، نهينا الاعتراض. هذا ابو 9 سنوات وقصه زواج طفل 9 سنوات هذا انتهى. والمساله الثانيه، يعني اللي قوبلت لمعارضه شديده من قبل النواب المكون السني، هو مساله حضانه الطفل او حضانه الام للطفل. زين. المذهبين الحنفي والجعفري متفقان عندما طرحنا مقترح تعديل قانون المادة 57 المتعلقة بالحضانة من قانون الأحوال الشخصية بالدورة النيابية السابقة، وهذا الدورة واللي كتبت المقترح بهذا الدورة. حقيقة تفاجأنا أنه النائبات وغالبية النواب يقول لا، أنت ليش تأخذون الطفل من المرأة 7 سنين؟ يابا والله مو إحنا، هذا الحكم الشرعي. يعني في بعض المراجع الشيعية، يعني هسه مو بس نسويات، نائباتها اللي قبله، في بعض الفقه الجعفري والاولاد والوالدات يرضعن اولادهن حولين يقول ان الحضانه تنتهي بالسنتين، فاحنا ما اخذنا بالسنتين، خليناها سبعة متفق عليها جعفريا وحنفيا، وهذا الامر حقيقه تم الاتفاق عليه. هاي مسألة، لكن أكو بالمقابل قال يعني أو أكو نائب مطلق مرتين ويدفع نفقة زوجاته، ولذلك هو هم متبني. فهسا إحنا اليوم، أنا دح أحكي لك رأي الشارع. إيه، فهسا إحنا اليوم بالنسبة للمكون الشيعي وفق الرأي السياسي تم الاتفاق على 7 سنوات في المدونة الأحوال الشخصية الخاصة بالمذهب الجعفري. أما بالنسبة للمذهب الحنفي، بإمكانهم أن يجعلوها 15 أو 13 أو 9، الأمر متروك لهم. فمسألة هاي التأجيل، يعني الحضانة اللي يأخذها الأب بعد 7 سنوات تكون خاصة بي لكم مشتركة. هو الحكم الشرعي يقول تنتهي حضانة الأم عند إكمال الطفل. يعني يقدر الرجال يبقى الطفل يمنعه. بإمكان أن يصار إلى الاتفاق، إذا المرأة المطلقة عاملت زوجها بإحسان ومودة ورحمة، الشريعة الإسلامية لا تعارض استمرار الحضانة لمدة 20 عام طالما اتفق الزوجان.